هاي في لينا ابو رقيه اليوم حضرها من نص الصبح حاط لنا بيها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مشاوينا ما شاء الله نور حبيبتي. طبعا رقيها دجاج ودجاجه مشويه ويا للشوي جاهزه للشوي. اي هاي متبله من البارحه. اي متبله من البارحه خلصانه. عندنا هنا لحم مترو هذا هاي افخاذ دجاج صغيره همات نفتحها. اي همات اليوم تتبل وتتخلى. صباح الخير سيدرا. صباح الخير. وين بوست؟ شلونك؟ صباح الخير. شو ماكو؟ يا هو بس وين شتي شو ماكو؟ وسحبونك. ها؟ وسحبونك. عايشتك. وين؟ بالنايبة. بالنايبة. سعيد. سعيد. ها. هنا أنا أم رقية تتبل الدجاج. بالسماق وملح بس. سماق وملح وشوية كركم. لا ما يحتاج خلي له كركم. لا لا يحترق لأن. لا خلي له. إذا تقدرين. فلفل أحمر عندي طلعت. فلفل أحمر. ذهب. إيه بابركة. إيه. شوية ثوم عصري عليه. لا 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 يحترق الثوم بالهذا. شوية ثوم. لا أبد. استعمل. مو هذا يحتاج طاسه. هذا الكباب. لا اوكي لا خلينا نسوي ما يغشى من هواية. ها هلا وحبايب قلبي شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم بعدنا مستمرين بسفرتنا، نقول سفرتنا اي سفرتنا اكيد. فراح نروح اليوم مكان حلو هنا بسويسرا وراح نسوي حفل مشاوي. طبعا راح تيجي بعد عائله ويانا ويا بيت ابو رقيه. هسه راح نتعرف عليهم من نوصل. الطريق ساعه تقريبا ونوصل لذاك المكان. خليكم ويانا ان شاء الله يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم خلوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه اذا مشتركين وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. ها حجي. هلو جايز شلونكم؟ طبعا ما ادري اذا ماما حكيت لكم على مي سويسرا هنا، بس انا لازم اقول لكم هاي شغله. مي سويسرا يختلف عن اي مي بالعالم كله. سبحت الهوت مالتي ايش صارت تخبل، شعري قاع صار ناعم، وحتى مي الشرب يختلف. انا لعد ما شافوا عيوني شلون صار خضر. الهواء يختلف، كل شيء يختلف هنا. يعني الجو نقي مو مثل المانيا، حتى لو المانيا تهتم هواي بالجو، هاي سويسرا احسن منها. هاي شغله لازم تعرفوها. هاي تدسوا انت تاكل ليش؟ بلش كان صرنا ما صار لنا ربع ساعة من طلعنا. حنوش بس يقعد بالسيارة يقوم ياكل ويشرب ويسوي. ما ادري هي شي ليش حنوش؟ all you can eat. all you can eat. سمعتوا تحدي كل شي تقدر تاكل؟ طيب المطاعم دائما يسووها all you can eat بسعر. يلا يلا بالعافية. مناظر طبعا جنن. لا لا بابا مو على المناظر مالتهم، مو على المنظر برا. يعني مو على نظارات. لا لا لا. ليش ما تضحك؟ انا على اساس اي عافيه كانت كافيه. يا 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 والله يا شو موسى سالفت موت ببي هسه فشلتني انت. لا والله لا لا مش عشان موسى لا. هسه نزلنا هنا استراحه طبعا لانه الطريق الرايحي له يبعد هم ساعه. الطريق الرايحي له شنو المكان الرايحي له يبعد ساعه و45 دقيقه.
هنا المناظر تجنن، بعد جبال يعني يمكن بالكاميرا ما تبين المناظر. ها آدم، انت وين؟ وين رايح؟ تعال قولهم هلا وحبايبي. هلا بايبي. شوفوا جمال مو طبيعي، خبل ويجنن. ها آدم، عبالك تقدر تطب هناك تلعب؟ ما تقدر. تعال يلا صعد، يلا يلا نروح. هاي شنو هاي؟ عيني عيني باعي باعي باعي. واو شوف هذا الطير، هلا أزوم. هذا نسر. نسر هذا نسر. اي والله خبل. شو ناصي؟ يريد ينزل على فد شغله. حنوش دير بالك حنوش. انت انت تشبهه. يلا بالله شايفه؟ شايفه شلون دعمتني دعمه هسه؟ واو شمسه. اي والله صار قريب. يجنن بس انا خاف من النسور. بوعد فيلم وقلت اخاف منه. ادم راح يجي علينا. تعال اخذ الكاميرا تعال. واو. تعال. سيجي على ادم. أنا قاعد أغير. يشبهك النسر بعد شو تريد؟ يلا بالله شاموسة شلون تقصف قصف؟ في منتصف الجبهة. لا شلون أطلع طلعات؟ ها شاموسة شبيها دايتك؟ ها؟ ما تقول لنا شبيها إيدك؟ ها؟ ما تقول لنا شبيها إيدك؟ لا أقول بعدين تنعرف. أم رقية ها؟ وين كاميراتكم؟ خذ استراحة مع الطريق. إي مو بعش قد بعش قد. حيل جهال عبالك اسرع يردون يطبون هنا مقل. اي صورت حلو الطريق يخبل. هاي طبعا غولكس صار كم مره نشوفها هنا بسويسرا. هاي اغلى ماركه مال ساعات واكسسوارات. كبتشاكي نيجن ناتاناجن 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 سيد ضوجناك؟ لا ها؟ لا لا خاف ضوجناك؟ لا ما ضوجناك. لا تقول خاف ضوجناك؟ لا لا هذه هسه الدجاجة خلصت. هسه نريد النفخات الصغيرة. شغله نظبها بايدي. هذا الورق هذا الورق. بعد شيء ثاني بين زحمه قلنا بعدنا ما ماكل. شو ان شاء الله اقول لك اللي ما بيقدر تجيبهم يعني. شلون ياكل هذا الشاي؟ بس احترق سووه جديد. خلص الاكل صار وقت التعزيل. اي والله وقت التعزيل. كيف تجيب الزبدة؟ كاتي معودة. طيني 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 طيني
فال من ياكل فاكهه هسه؟ والله حلوه القعده وما نريد نروح. حلو يخبل والله، قلنا احنا بسرعه نروح بس الاجواء تجنن هنا. شوينا واكلنا وشربنا شاي واكلنا كليته وهنا ام علي، هي ام حسين. ام علي ام علي كنت زوجها حسين وانا اقول ام حسين. زوجة حسين يو ايش قاعد شفصت جبت العيد اني؟ لا والله مي، نشرب مي يا معوده. اي نشرب مي، شربنا شاي كومون على اساس اليوم نروح. ها على اساس اليوم نروح وراح الوقت علينا. والله العظيم باكر ترتاحون. بس لا باكر من الصبح نروح. لا مو من الصبح، لا من الصبح حتى نوصل من وقت. اقول لك ساعه، اقول لها ام حسين ساعه، اقول لها قولي رح. قلت لها انا جبت العيد. شكرا علوي علوي حبيبتي تسلمين. عصير؟ لا اوكي. شموسه تعرفين شو تقول ام علي؟ تقول احس نفسي اليوم بالعراق لان هي تشبه خالتي وتشبه بيبيتي والاجواء. ها لا حبيبتي تسلمين والله بيتك عامر ان شاء الله تسلمين. وين البطانيات؟ نانا؟ لا بيتنا. وقفات وحده تقلق السياره. قالوا تعاقد تروحوا قدامنا فندق خمس نجوم والله بالباب. شلون مره؟ شلون مره احنا للموفي بار؟ اي ماخذين جهه ثانيه. اسحب بالعرب انا. شلون تجي هي اصلا؟ عيني يلا سلم. طبعا الاجواء تجنن ولا نريد نروح ولا تنمل، يعني صار المغرب واحنا بعدنا ما حسينا بالوقت يعني، والهواء ما اقول لكم يجنن يجنن ما ادري هيجي. هذا يقولون الهوى تتمنونه بس العزيز قلبكم، وانتوا اكيد اعزاز قلبنا. شوفوا هذا المنظر. وصلنا اخيرا. طبعا المكان كنا رايحين يبعد منا ساعة و 45 دقيقة. هسه وصلنا. ها محمد شنو؟ تريدنا نزلك؟ ها؟ يعني مرة جديد. تريدنا نزلك؟ تعال نزليني دنيا. هاي شنو هاي؟ ها؟ شنو مددت هنا؟ اركب لي حبوبة. يا عيني خطيب. حبوبة. حبوبة. اركبوا يا جدي. جت بقدك اني إيه؟ اركض ورا الحصن انا اسرع من الحصان. وهسه ايش قد صار عمرك جدو؟ يا حبوبه كبرت ركبت وجعت. الله يساعدك. يلا انزل انزل انزل. يلا هسه بس انزل. يلا 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 حبايبي خلص يومنا اليوم ان شاء الله عجبكم عجبكم. عود على اساس دعيب على محمد. انا هم طفيت لانه حاليا الساعه 11 هسه. طبعا كلش حلو كان اليوم، تونسنا هوايه اليوم، مشينا حفاي. طبعا واحد من يمشي حافي بمكان حلو بمي وبهيك شغلات يعني مناظر طبيعيه تروح من عنده كل الطاقه السلبيه ويسحب الطاقه الايجابيه من القاع ومن البحر، خاصه اذا بحر كنا مرات يعني. هسه اليوم مر احنا سلبنا الطاقه الايجابيه واجبنا الطاقه السلبيه. فان شاء الله باكر راح نرجع لبيتنا. صباح الخير حبايب قلبي، اخير يوم هنا يوم اصدقائنا بسويسرا وراح نروح اليوم. هسه حضرنا كل شيء تريقنا وكملنا وراح ننطلق. فتعالوا شوفوا هاي ما قبل الطلعه. هنا قاعدين ساعه و15 دقيقه. هاي زياده شنو؟ ها صار لكم ثلاث ايام ما شبعتوا؟ هاي زياده قاعدين تسولفون؟ هاي هاي مع السلامه. هاي مع السلامه اللي بالباب. هاي مع السلامه. ها؟ ناش دسوون؟ ما خلص اللعب كافي. يلا نريد نروح. يلا ها ادم نروح باي باي؟ والله يلا وقت بعدك. ها؟
هاي من البارحة واليوم كل ساعة نقول يلا رايحين وهم قاعدين. يلا يابا كافي قوموا. ألف حلفة حلفنا البارحة. زين خلوها على الغداء. لا 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 يابا الطريق طويل. حان الوداع أم رقية. يابا اللي يريد منتجات سويسرية لازم تروحون يا أم رقية. هاي شنو صارت راغمة؟ ها؟ أم رقية؟ اللي يريد منتجات سويسرية يروح يا أم رقية. ضابط؟ شلون إعلان؟ ضابط ضابط. بيت أبو شمس والله تونسنا. أي والله كلش تونسنا. مع السلامة. حبيب قلبي هلا عمو الورد. سلمينا على العراق وأهل العراق وأمك سلمينا عليها هواية. مع السلامة عين أبو رقية. الله وياكم الله شرفتونا والله. زنجيلة. زنجيلة. لا. وين هو هذا؟ هذا. ما شفناه بيش اليوم. بيورو 89 يعني يورو 90. يعني يورو يعني. الملعومة هاي ما قلت لنا عليها. هاي الملعومة إنه هنا القبق تخلونه كل سيارة بها. بها فد ميزة معينة. إيه. أكو تعلاقة أكو هيجي. زين هاي بس عدة زناجيل مثلش يعني. كل السواق يعرفونها. ما اعرف كل السواق تعرفوها هاي الملعومه. زين شلون تعرفين اتجاه البنزين؟ اتجاه البنزين يمك هناك اذا اليد مال الهوز منها. ايه يعني من اذا من ذيك الجهه يعني من ذيك الجهه. الف رحمه على والديك والله يكثر منها مثالك. يا زنقيله. طبعا هاي اول استراحه فولنا جبنا قهوه. اهم شيء القهوه ما نقدر نمشي ولا نقدر نسوق ولا نقدر نسوي شيء بدون القهوة. إدمان صايرة ما أعرف ليش. بعو أنه رسمتني بالآيباد. لا هاي لعبة. لعبة؟ إيه أطلت نانا تمشي فيها وأسد. طبعاً وقفنا استراحة ثانية قلنا بعد ما نوقف بس ما نقدر مدام واحد ويا الأطفال. واو شو لبستني حلو. هذا بابا. واو جد حلوين زغرتنا أنه سوتنا رشيقين. هذا هم يفيد بالسفر طبعا انه شقد ما تريدون تبقوا يعني تضموا بالسيارة اذا سفرتكم طويلة ما عليه شيء وهم يسد الجوع مالتكم كلش طيب. اكيد شايفي هذا الموجود متوفر بكل السوبر ماركتات بالليدل بالالدي كل مكان تلقونه طيب. انا تعرفين اول ما انولدت جابولي بالمستشفى باكه وكرعان انتي واكلوش زبد وتوست يعني انا النسخه الاصليه. لا انا اكبر باكه بالدكتور جيبولي. يعني انه فيك. انه فيك انه مولوده هنا انا مولوده بالعراق. يعني مو اصليه؟ إيه؟ لا انا اصليه انا نسوي تحدي ياسمي امي وابوي. والله باعب علباتها اكو مكتوب صنع بالعراق؟ أنيتا كل خمس دقائق لازم نشط شعرها يهوس. سوي لها كرياتين. الدهن مال الشعر ذيك الجنطة. يا معودة دهن شعر. يلا بس هيك رتبها حق يروحون يتغدون. اوكي. وبعدين بس نوصل للبيت لازم تسلم. هلكنا هلكنا من الطريق. هاي معود قاعدين مو بالسيارة. خلنا نطلع وبعدين اوكي؟ وصلنا اخيرا وصلنا. يا ويلي يا ويلي على التعب. شنو هاي؟ يلا يابا انزلوا. وصلتوا وصلكم السايق. يلا كل ينزل كل من ينزل غرافته والوصاخه ذبها جواه. يلا حوا ها لافي. هذا لافي. هلا 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 بلافي وبجيته. ها لافي ها شو شردت؟ شو اخبارك لافي؟ ها ها من وياك؟ من وياك لافي؟
شو اخباركم؟ ها؟ شو اخباركم؟ والله هم عندنا اكل ومي. وريد ذبلان محتاجات مي والله ذني. ما شاء الله النعناع يجنن. فاعل كرافس شلون صاير؟ ما شاء الله بسم الله اول مرة يصير عندي الكرافس. يخبل ويجنن. طبعا وصلنا للبيت مثل ما شفتوا. طبعا بدلنا وسبحنا وارتاحينا وسقينا الزرع وهواي شغلات بعد لازم اسويها تنظيفات وهيك، بس ما اريد الفيديو يطول عليكم. وهم بعد شوي لازم نرتاح لان طريقنا كان طويل. ان شاء الله عجبتكم سفرتنا. وهذا قدوم السفر وصار حلو. بابوش مياو. ونو سوى لك بابوش؟ آدم. منو سوى لآدم بابوش؟ شو 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 ماما؟ ماما ماما سويت له بابوش يعني سبحته. وخلصت العطلة مع الأطفال، باكر نرجع روتيننا المعتاد والدوام. إن شاء الله عجبتكم فيديوهاتنا بهاي السفرة الأربع أيام والعطلة مع الأطفال. طبعا هو دوامهم الرسمي يعني العطلة الصيفية، بعد لها تقريبا اسبوعين وتخلص يعني نهائيا. تجينا العطلة الكبيرة مالتهم هي بس 6 أسابيع هنا أنا بألمانيا. ان شاء الله يا ربي راح نخطط يعني تكون عطلة سعيدة ونروح بعد سفرات اكثر. وكتبوا لنا اقتراحاتكم وين تريدون نروح، شنو المكانات اللي تريدون نصورها وهيك شغلات، او مكانات حلوة يعني ياخذون الاطفال عليها. حبكم كومات وانتظرونا الفيديو الجاي. مع السلامة.